مشتى الخربة، دوار راسي عبد الرحمن، بلدية عين جاسر، دايرة عين جاسر، ولاية باتنا. هاد المشاتي هذو اللي ذكرتهم دركا عندهم خمس مطالب شرعية يا سيد الوالي. رانا سمعنا بك الإنسان خدام، وربي يعاونك ورانا معاك، ماكش غير انت باك تخدم الجزائر، لازم نخدموا وكل نعاونوا وكل. كاين خمس حوايج عندك: الطريق، الكار نتاع الاولاد، التريسيتي كما هو، الكهرباء. الناس هنا عندها بناء ريفي، كاين حتى اللي عندهم 2005 مازال هاز كابل 200 متر تحت الارض، الى العجب. الطريق مازلنا نخرجوا الاولاد تاعنا بالبوط الغرقه، يلحقوا هنا يا كار يجي يخدم اربع فياجات خمسه لدرع خلوش كي يلحق هنا كومبلي، يقول لهم ما كانش عشو يديروا في السطوب راكبين في الباشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. زيد عين جاسر رانا ما عندنا لا غاز لا تريستي، ناقص الماء، ناقص الطرق هذا تاع الريف، رانا ناقصين. كان اللي راهم كل الاغلبيه بناء الريفي ولدرك ما يسوى. انا من سكان هذه المنطقه هذه. بو حنا الانشغال تاعنا الاول كما هضروا الجماعه الاولين هو انه الغاز بالدرجه الاولى. الناس راهي تعاني درك بتيه تاع غاز، هذا عنده خمس اولاد ولا سته، راح تكفي بتيه تاع غاز ب 600,000، مستحيلات السبعه. ما عندوش حتى ترونسبور باش يجيب هذيك البتيه تاع الغاز. نخدم فلاح ومونتني صون الغاز بالكهرباء ومدايرت لي كونتور تاع 380، وكل ما يجي تريماستر تاعها يجي يقبض سواردو سينو يكوبي ليتريسيتي. بالنسبه للانشغال هذا راهو انشغال صح في جاء في وقته، لانه هذا المشتى هذه مشتى الخربه كمنطقه تظل، كان هذا المشروع هذا كان توقف عن مشكله قنوات الصرف الصحي. بعد ما جاء المدير العام لشركه صون الغاز هنا لباتنا ورفع هذا الشرط هذا، احنا كنا فرحانين، وهذا سكان المشتى يسمعوا هذا الخبر انهم فرحوا لهذا الشيء هذا. من بعد تفاجئنا انه المشتى هذه قال لك خاصه ان بوست باش يربطوها بالغاز، قال لك ما تقدرش من عين جاسر ما تقدرش تحمل هذه الكميه هذه العدد الهائل من الاخر. احنا درك طرحنا الانشغال هذا في الولايه وطرحناه على مستوى مديريه الطاقه، بكون هذا وصون الغاز، بكون هذا المنطقه هذه راهي منطقه فلاحيه ومنطقه معزوله من مناطق الظل، والمشروع هذا راح يتوقف مثلا في حسب تصريحات رئيس الجمهوريه في 31/12/2022. ولذلك ما الحل الزرق عند السلطات الولائيه. اما عن الكهرباء درك هذه المنطقه هذه راهي مزوده بكهرباء فلاحيه، الايامات الجايه يبدا المقاول ب 6.5 كيلومتر. مساله وثائق فقط. اما عن المياه رانا في دراسه باش نعاود لهم القنوات المياه نتاعهم.